إذا الفيديو اليوم من ماينكرافت أصدقائي راح نعمل أقوى تحدي على الإطلاق بين اللاعب النوب صديقنا الأسطوري عبسي وبين جيش وفريق الصيادين المكون من 50 لاعب محترف، والهدف إنه يمسكون بعبسي قبل لا يخلص الوقت المحدد إلهم أو راح يتم تفجيرهم بالتي أن تي بدون رحمة. لذلك شباب كتبوا لي بالتعليقات أنتم المشجعين عبسي أم أنتم المشجعين جيش الصيادين، وخلونا نشوف منو راح ينتصر ونبدأ بالفيديو. إذا شباب ويانا 50 شخص، 50 صياد مثل ما تشوفون، طبعا شباب تقطيع بالسيرفر بس مو مشكلة، 50 شخص راح نطلق عليهم شباب مجموعة الصيادين، وهدفهم واحد شباب، هدفهم انه يصطادون الاسطورة عبسي. طبعا عبسي راح يركض بالماب شباب، والهدف انهم يصطادوا. مثل ما تشوفون شباب الماب مالتنا محاطة بجبل من البيدروك، طبعا لذلك ما حد يقدر يخترق هذا الجبل او يعبر عليه، لذلك راح تكون مساحة البحث مالتهم صغيرة او قليلة جدا. الهدف انه عبسي يهرب بهاي المنطقة، وراح يعطي طبعا فرصة 30 ثانية قبل لا ينطلقون الصيادين حتى يجيبون عبسي، وراح يهرب عبسي شباب، يهرب ويحاول انه ينجب حياته، والصيادين امامهم 10 دقائق بالضبط حتى يقدرون انه يلاقون عبسي بهاي المنطقة اللي هي مو جدا كبيرة بس بنفس الوقت مو جدا صغيرة. لذلك راح ينتصر شباب، هو راح يعتبر الفريق المنتصر وما راح يتلقى العقاب، اما الفريق الخسران سواء عبسي او فريق الصيادين هو اللي راح يتلقى العقاب وراح نفجرهم بالتي ان تي. اذا قبل لا نبدا شباب بهذا التحدي الاسطوري، كتبوا لنا بالتعليقات انتم من مشجعين عبسي الاسطوره او من مشجعين فريق الصيادين، ولا تنسوا شباب تقدرون ايضا انه تنضمون لفريق الصيادين وتلعبون وياي بهاي التحديات، انا وعبسي ودعبول ولولو باندا. اذا تنضمون للديسكورد رابط الديسكورد بالوصف جو هذا الفيديو، وخلونا نبدي بهذا التحدي الاسطوري. اذا عبوسي عندك 30 ثانية تقدر تهرب بها قبل لا اطلق جيش الصيادين او اقرب الصيادين او اي شيء، لذلك اهرب عبوسي وتقبوا وتذكروا لا جيش الصيادين ولا عبسي يقدرون يحفرون او يسوون اي شيء، كل اللي عليهم يسووه انه يهربون ويستخبون بمكان، لانه شباب اذا يحفر عبسي وعبسي راح يموت شباب، وشكرا على خلاص التحدي. اذا عبسي دا ينطلق شباب، اول من 30 ثانية تخلص خلينا نشوف عبسي وين يروح من هنا. طبعا ذولاك هناك شباب الصيادين بعدهم يحتفلون، ما ادري بشنو يحتفلون شباب، ولكن الظاهر انهم فرحانين شباب لين طالعين بالفيديو. المهم عبسي هرب، عبسي يهرب، عبسي يهرب، وخلونا نروح شباب نفتح ونطلق جيش الصيادين الاسطوري حتى يروح يصطاد عبسي. اذا شباب اللحظة الاسطورية حاليا جيش الصيادين واقف فوقي، طبعا انا اريد اوصل هنا حتى اطلع لقطة لهم كلهم وهم ينطلقون على امل انه ما راح يموتون من هاي الوقعة. بس شباب تذكروا عندكم 10 دقائق بس، وعبسي ما يقدر يحفر ولا انتم تقدرون تحفرون، لذلك عبسي راح يكون متخبي بمكان جوا المنطقة مالتنا اللي هي منطقة البيدروك بس على السطح، يعني ما مستحيل يكون بكيف او باي مكان. لذلك يا شباب استعدوا حتى تنطلقون اذا تسمعوني، 3 2 1 انطلقوا شباب، انطلقوا انطلقوا شباب شباب، والله والله كلها انطلقت، كفو يا اساطير. ومثل ما تشوفون شباب عندنا كل الشباب انطلقت، وخلونا نشوف وين اتجهوا. اوكي اذا يبدو انه بعض ذول الجيش الصيادين شباب كلهم متفرقه وكل واحد دا يتجه المكان، اكو ناس دا تتجه للغابه وناس دا تتجه بعيد عن الغابه، وهذا دا يتجه وحده، وين دا يتجه ما حد يدري، ما شاء الله بس شكله ما يعرفوه اصلا وين دا يتجه. اذا لاحظ شباب انه مجموعه كبيره جدا من جيش الصيادين راح تتجه الى شمال الخريطه، وعبسي طبعا ما موجود بهاي المنطقة بس ما ادري ليش كلهم اتجهوا له، هذا شكله راح يموت، هذا شكله راح يموت، يلا انطلقوا يا اساطير انطلقوا. اذا بالنسبة لجنوب الجزيرة شباب يبدو انه 4 صيادين بس انطلقوا لهناك، وخيار ذكي لانه عبسي اصلا مو هناك، والاساطير ينطلقون بهذا الاتجاه، وطبعا على الفراغ ماكو عبسي شباب موجود هناك بس لحد يحكي. اما بالنسبة لغرب الجزيرة شباب والمنطقة اللي ينطلق لها عبسي، شكلهم والله هنا الصيادين متجهين بكثرة لهناك، الصيادين متجهين بكثرة لهناك، بس ما ادري هل راح يلقون عبسي شباب قبل 10 دقائق او لا، خلونا نشوف. اذا حاليا شباب احنا متجهين المكان عبسي، طبعا عبسي راح قتل بمكان شباب ما اعتقد انه احد راح يلقاه هنا، بس هو الفكره انه المكان شباب مو كل شيء، وانا عبسي هذا عبسي، والله عبوس الاسطوره، عبوس الاسطوره شباب واقف بمكان اسطوري والله، بس تذكروا شباب انه المكان اللي يبحثون عنه الصيادين
مو مكان جدا كبير، يعني مكان جدا صغير مقارنة بعددهم 50 صياد. خلونا نروح نشوف الصيادين وين وصلوا، إذا أكو أحد اقترب من المنطقة اللي موجود بها عبسي. إذن الوقت المتبقي شباب تقريبا 8 دقائق، وأكو مجموعة من الصيادين بالغابة اللي هي بصف مكان عبسي. خلونا نشوف وينهم بالغابة شباب، دا يدورون وشكلهم دا يقتربون من مكان عبوسي، ولكن هل هم فعلا دا يقتربون؟ لأن هو هاي الغابة عبسي المفروض قاتل هناك بالجبل شباب. عبسي ما ادري ليش قاتل بذاك المكان، ولكن يبدو انه عبسي اسطوره شباب بالختلات. يبدو شباب انه واحد جيش الصيادين وقع باللافا وما طلع له لا قوه الا بالله، ويبدو انه جيش الصيادين شباب نقص واحد. اذا عبوسي باقي 5 دقائق بس، باقي 5 دقائق يا اسطوره، والله كفو. اوه عبسي قرر انه يغير مكانه شباب، عبسي قرر انه يخاطر، او عبسي اصلا ما يلبس له اللعبه وهو انه شباب وقاعد. اذا عبسي شباب دا يتحرك، عبسي دي يتحرك بلقطة، أنا ليش دا أقفز؟ بلقطة خطيرة شباب، خريطة شنو؟ بلقطة خطيرة عبسي يتحرك ويبدو أنه راح يصعد، ولك عبسي مصخم، يبدو أنه صعد فوق جبل شباب. هل شاف أحد من الجيش الصيادين أو لا؟ ما أدري، بس تعالوا خلينا نشوف إذا أكو أحد من الجيش قريب من هاي المنطقة. إذا يبدو شباب أنه هذا الصياد متواجد بالمنطقة، من أنا أعتقد من أنا قدر أنه يشوف عبسي، بس هذا الاسطورة شباب هذا الصياد مات، لا والله ياتي اذا هذا شباب الصياد يبدو انه شاف عبسي، وما ادري يروح هذا ياتي، يبدو انه شاف عبسي شباب. اذا هذا الصياد هنا، اوكي هنا انا الصياد، ما اريد يشوفني، ليش مو بالسبكتيتر؟ ما ادري، بس يتجه لهذا المكان. وين عبسي؟ عبسي وين؟ اعتقد عبسي قاتل بمكان هنا انا شباب، خلينا ندور على عبسي. اوه ياتي عبسي شباب. عبسي جوي ويا الصياد، والله انه يقترب من عبسي. اذا شباب هذا الصياد اذا لقى عبسي لازم يقتله، والصياد ينطلق، والله كلش قريب من عبسي، كلش قريب من عبسي شباب. عبسي بديش تجي، شو راح يصير؟ راح يلقى له؟ لا خلونا نشوف. اذا وين هذا الصياد؟ وين راح؟ اوه يا الصياد شباب، اوه الصياد شاف عبسي، الصياد شاف عبسي شباب، ومعركة اسطورية يبدو انه معركة. عبسي يضرب شباب، هل راح يموت عبسي؟ هل هي هاي اللحظة الحاسمة؟ هو عبسي قتله، عبسي الاسطورة قتله. خلينا نشوف اكو حد جاي ورا، ماكو حد جاي ورا. عبوسي الاسطورة، والله اسطورة. اذا عبسي يركض شباب، شباب باقي من الوقت 3 دقائق فقط، هل راح يقدر انه عبوسي ينجو او لا؟ خلونا نشوف. طبعا عبسي ولك انت تطلع هيجي، ولك ماك ما بقى واحد بالخريطه ما شافك يا مصخب. اذا عبسي يهرب شباب ويحاول انه يغير موقعه، عبسي الاسطوره يحاول انه يغير من الموقع مالته، ودخل للغابه اللي بيها كل شنو المكان الفاشل عبوسي، دخل للغابه شباب اللي بيها كل الصيادين. تعالوا خلينا نشوف اذا اكو احد هنا قريب من عبسي. لان احنا بالغابه شباب اللي قريبه من عبسي، يبدو انه هوايه صيادين جدا اكو بهاي المنطقه، مثل ما تشوفون كلش هواية صيادين بهاي المنطقة، ولكن هل اكو واحد منهم راح يقدر انه يلقى عبسي؟ هل دا يتجهون للطريق الصحيح؟ والاشاعات شباب تقول بدأت تنتشر، المكان الوحيد اللي ما دور بيه تقريبا هو المكان اللي مات بيه قبل شوية هذا صاحبهم. وين عبسي شباب؟ هل بعد قاتل بمكانه؟ يبدو انه عبسي ما راح يغير مكانه شباب، وقاعد بنفس مكانه. لا يبدو انه عبسي خلق شباب، يبدو انه عبسي وراح يرجع للجبل. عبسي ملك النوبات شباب، راح يرجع لمصخم، ولك بكلها عرفت انت بالجبل يا مصخم، ويطلع بالخريطه شباب. عبسي طلع، واعتقد هيك الصيادين كلهم شافوه. وين راح شنو عبسي ما لقيت غير هذا المكان. يبدو شباب النهايه راح تكون نهايه عبسي، لانه اعتقد هواي صيادين شافوه وهو متجه للجبل. فعلا يبدو انه مجموعه من الصيادين شباب شافت العبسي الاهبل وهو يدخل هنا بالجبل. هل راح ينتبه عليهم عبسي او راح تكون نهايه عبسي شباب؟ هل او عبسي يهرب؟ بدت المطارده شباب، بدت المطارده، الوقت المتبقي حرفيا اقل من دقيقه، هذا راح يجيب العبسي، راح يجيب العبسي، لا والله وقع بالمي، والله انك هبل. المهم شباب عبسي يهرب، ولك لا تدخل بالغابه، هواي صيادين بالغابه. عبسي شو راح يسوي شباب؟ لقطات اسطوريه، اكو هنا صيادين يبدو انه هنا قريبين من عبسي، ماكو صيادين، ولكن عبسي يهرب شباب، عبسي راح يموت، عبسي ما انتهى، لا والله ما انتهى، عبسي الاسطوره ملك ماينكرافت شباب، والله عبسي ملك ماينكرافت، ويهرب عبوسي الاسطوره، ويهرب عبوسي شباب، اكو احد هنا؟ ماكو احد هنا، عبسي راح يموت، لا خلصت، انضرب عبوسي، ثواني قليله
ثواني قليلة يا أسطورة يا أسطورة. وعبس يفوز عبس يفوز شباب. خلاص الوقت شباب وعبس يفوز. والله أسطورة عبوسي والله أسطورة. وجيش الصيادين هم كفوا عليكم بس للأسف خسرتوا يا أبطال. ونبدأ أصدقائي بالعقاب الجيش الصيادين. طبعا بما أنه خسرتوا لذلك أنتوا كلكم راح تتفجرون بالتي أن تي بعد ما فاز عبسي الأسطورة. ويبدأ التفجير شباب ومبروك عبوسي على هذا الفوز الساحق.